صباح الخير لحالها ترى طالعه من صمصوم القلب. صباح الخير لكل اللي بيشوفونا، صباح الخير لكل مناطقنا، صباح الخير لكل محافظاتنا، صباح الخير لكل نشمي ونشمي. والله الاغنيه ترى يعني تفتح شرايين القلب. أكيد أكيد أكيد. صباح الخير لكل حدا عم بيتابعنا من أي مكان بالأردن وأيضا خارج الأردن مشاهدينا. صباح الخير للدكتور المحترم صاحب الاختراع الرائع الدكتور عماد. صباح الخير الدكتور والمهندس عماد العبيني. صباح الخير دكتور اختراع وسجل شهادة اختراع للمهندس الدكتور عماد العبيني بتصميم جهاز يعمل بالأشعة الصوتية. نعم. يعني حابين نرحب فيك اليوم. نعم. تنورتنا بالاستوديو وحابين نحكي عن هذا الاختراع. نعم. وزميلتي شاهد اكيد ويعني بتفاصيل هذا الاختراع. طبعا اهلا صباح الخير جميعا والمشاهدين. انا سعيد جدا بوجودي بينكم ببلدنا الحبيب. الموضوع اللي بنشتغل عليه هو طريقة لمعالجة الأورام الداخلية أو الأنسجة الداخلية اللي ممكن استئصالها جراحيا. نعم. ولكن العملية غير جراحية لا تحتاج إلى تدخل جراحي. وبالتالي بإمكانك فقط أنك تتخلص من الخلايا غير السليمة وتحافظ على الخلايا. نعم. والأنسجة السليمة. وهذا أفضل من نواحي عديدة، إنه المريض ممكن ينعمل له البروسيجر وأحيانا كثير بيطلع ثاني يوم من المستشفى إذا مش نفس اليوم، فهذا بيقلل الكلفة، بيزيد الإنتاجية، بيقلل الوقت، حتى خطورة العمليات الجراحية بتزول، جزء منها مثلا التخدير جزء كبير من الخطر أحيانا في بعض. فهذا موضوع طبعا بلش من سنوات عديدة من عقود. نحن دورنا في تطوير جهاز بزيد من سلامة العملية وبزيد من فعاليتها، لأنه طورنا طرق بسميها بالعربي التغذية الرجعية فيدباك وكنترول تحكم. يعني الفريق الطبي بيقدر يعرف نتيجة العملية فورا بعد إجراءها عمليا وانت بتعملها. يعني كأنك جراح عندك مبضع، بس مبضع فيرتشوال. نعم. يعني وترى ما يحدث وبتتصرف على أساسه. الجهاز نفسه أسرع من تصرف، لأنه بملي سكندز بجزء واحد الألف من الثانية ممكن تغير المقدار الطاقة اللي بيصل الخلايا المستهدفة بالوقت والزمن. يعني دكتور العلاج بالأشعة الفوق الصوتية يمكن. نعم. مختلف عن العلاج بالأشعة المتعارف عليها. نعم. من ناحية الدقة، من. نعم. ناحية السرعة، حتى لو كان مثلا الورم صغير. نعم. أو كان سريع الحركة. نعم. فأحكي لنا عن فوائد. نعم. هاي الأشعة بطريقة يعني أشمل. نعم نعم. Actually هذه نقطة مهمة جدا. الأشعة المتعارف عليها اللي هي الراديشن في دوس معينة، في جرعة معينة، المريض لما يصلها ما بتعطي أكثر من هيك، وسواء المرض استجاب أو ما استجاب هذا ما بيعود خيار. الأشعة فوق الصوتية نون أيونايزنج، ما بتسبب مثلا سرطانات او ما لها اعراض جانبيه، فهذه اهم فائده لها. نحن بنقدر نعطيها ما دام المريض بيستجيب. يعني حتى لو كان استعمالها بخفف الالام او يعني بسموها بيليتيف ثيرابي وبحسن حياه المريض، بامكانك تعطيها، ما في دوس ليميت. هذه مهمه جدا. طيب الموضوع زي ما حكيت استعمل لسنوات عديدة، بس ما كان قدرة الطبيب أنه يحس باللي بيصير مباشرة، بده يستنى حتى تخلص البروسيجر ويعملوا فحوص أو كذا. نحن اللي بنعمله بنعطي معلومات للدكتور بحيث أنه خلال العملية يستجيب لتغيرات ممكن المريض أو مش المريض، المناطق المستهدفة. مثلا الدم ارتفع، الفلو بمكانك بسرعة تتعدل الدوس بحيث أنك
تحسن تجاوب الـ 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 نعم. دكتور عارف من هو الجهاز صدر. يعني اشتغلتوا عليه ولا يعني بداتوا العمل فيه ولا لسه ما نعم. اشتغلتوا؟ اكشلي لا اشتغلنا عليه بالمختبر في مختبري يعني في وفي جهاز نعم احنا بنشتغل بري كلينيكال بس في جهاز الان مرخص ويحضر ان شاء الله لاستعماله مع مرضى يعني ما زال قيد التجربه لسه ما بداتوا في العلاج من خلاله العلاج ان احنا العلاج الرخصه لاستعماله مع مرضى في تورم في الشريانات بس نفس المبدا الاستعمال للسرطان هذا بعده ما بلش بس التورم في الشريانات هذا الآن قيد التجارب على الإنسان إن شاء الله أنهت المتعاونين معنا في University of Utrecht في هولندا أنهوا استعداداتهم ونعمل رح تباشروا نعم. فيه إن شاء الله نعم. يعني نعم. أنه بيكون متواجد في جميع أنحاء الوطن العربي هذا طبعا الخطوة القادمة أنه هلأ في مركز واحد الخطوة القادمة أنه يتجرب في عدة مراكز طبعا يعني. نعم. الشركة اللي أخذت الرخصة هي مسؤوليتها أنها تجد مراكز نعم. هاي إذا أنا بقدر أتدخل بهذا فطبعا بتمنى أنه يكون جزء من التجارب في الأردن وأنا خبرتي الشخصية يعني بالمستشفيات الأردنية أنا متأكد أنه في شباب يعني على قدر من الكفاءة أنه يشاركوا بهذه التجارب وأنا هذا بتمنى هذا طبعا شيء بتمنى دكتور يعني من التسعينات وأنت يعني تبحث نعم. تدرس وتعمل نعم. على هذا الجهاز نعم. اللي هو يعني إن شاء الله يعني راح يكون عون لكل مريض ويكون يعني مساعد وحتى نعم. للأطباء يعني نعم. في تواصل ما بين المريض والطبيب نعم. بيكون أسهل لعلاج أي مرض من هذه الأنواع لكن في عندك أفكار ثانية نعم. تصل لاكتشاف آخر لمرض آخر نعم. يعني معقد إلى حد ما هو طبعا هذا سؤال جميل الاستعمالات الأشعة فوق الصوتية حقيقة يعني متفرعة ومتشعبة بشكل كبير نتيجة السلامة نعم. كلنا بنعرف عن قديش الألتراساوند مفيد بالتصوير وكل الناس تعرف أنه سليم صحيح. احنا بنستعمله بطريقه ممكن تؤدي لتدمير بس لما تكون عندك المعلومات بهذا التدمير بيكون محدد تماما للمرض المستهدفه وهذه فائده رائعه يعني نحن اثبتنا من تجاربنا مش بس احنا وغيرنا انه الفرق بتقدر تعد عدد الخلايا بين المنطقه المدمره والمنطقه غير المدمره فهذه فائدة كبيرة جدا احنا الان عندنا بحوث مدعومة من الـ National Institutes of Health عن الابيلبسي الناس اللي بصير عندهم سيجر وبصير عندهم يعني مثلا مرضى الصرع برضه في مشروع عن الستروك فهلا كثير مركزين على تركيز الاشعه فوق الصوتيه خلال الدماغ بدون ما تفتح الجمجمه مثلا هاي المشاريع اللي انت عم بتفكر فيها مستقبليا هذا الان شغالين نحن فيه بنشتغل على الحيوانات بالاضافه للتطوير الهندسي والمستقبل نأمل أنه هذا يستعمل مع المرضى بسميه wearable device يعني زي البيس ميكرز مثلا مع المريض هذا ممكن يكون مع المريض وإذا تعمل detection تكتشف إذا في إشي المريض مثلا في حالة صرع على سبيل المثال ممكن تغير الألتراساوند وتوجهه في أماكن محددة في الدماغ حتى تقلل مثلا من حده او تنهي هاي النوبه طيب تفضل جهد شخصي ولا معك فريق طبي طبعا ما في شيء جهد أو غير شخصي اردني يعني نعم. يعني هو كبدايه ممكن تكون انت صاحب الفكره نعم. لكن المتابعات لهي الاشياء الحثيثه لدق نعم. التفاصيل نعم. ما يتعلق موضوع الطب سواء كان صرع او غيره نعم. او سرطان نعم. لا سمح الله نعم. لكن الا يكون معك جهات ثانيه جميل طبعا في اهم عنصر في هذا النوع من البحث نعم. المالتي ديسبليناري نيتشر ما في حدا بيقدر يعمل كل شيء لحاله صحيح. انا كنت محظوظ جدا بعدد رائع من الطلاب المتميزين اللي اشتغلوا معنا واللي ساعدونا انه ومنهم شباب اردنيين بالمناسبه خريجين جامعات اردنيه حاليا المهندس حسن ديابات من رمضة خريج التكنولوجيه وراح يرجع ان شاء الله لجامعة اليرموك سعيد جدا بالتطور اللي حققه خلال جهده
بس بالإضافة لذلك عندي تعاون مع ناس في النورو سيرجري في يونيفرسيتي اوف مينيسوتا، مع ناس في الانتجريتيف بايولوجي. ما في شك انه بحاجه انك تبني فريق، وهذه ميزة الجامعات. وقد جميل انه مجال الهندسه عم بيدخل في المجال الطبي وعم تتعاونوا مع بعض لتخترعوا علاج بيعطي امل لكل مريض بيعاني من مرض. هذا شيء يرفع الراس اكيد. نحن كلنا بنفتخر في براءه الاختراع دكتور اللي انت قمت فيها، كلنا فخر فيك. ويعني انت استاذ جامعي في جامعه مينيسوتا الامريكيه، استاذ دكتور. استاذ دكتور البروفيسور، اهلا فيك دكتور. نحن سعداء جدا بوجودك معنا اليوم. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافيه، وان شاء الله مزيد من التقدم ومزيد من الاختراعات ايضا. الله يخليك. شكرا دكتور. وفي عدد من الاختراعات ان شاء الله. نحن راح نضل على تواصل معك لنعرف هالاختراعات. انت يعني شيء رائع. الله يخليك. كل شكر دكتور. شكرا.